حبايبي بدبل عمرك ما شاء الله متألقين وبارك الله بكم. برنامج بينا هن من ابليسي العراق. نعم. يعني هذا البرنامج انا متابع كل زين ومتابع ابو زياد حبيبي. ايوه يعني بارك الله بكم برنامج وطني برنامج انا عند اقول بين اهلنا وطي شعار الاخ لا للطائفيه لان انتم وصلتوا كل بغداد وكل العراق بالجنوب بالشمال بالغربيه يعني ما خليتوا شيء مكان بالعراق ما وصلتوا وطيتوا المساعدات. وانا عجبني ابو حيادر خلي هذا الظرف لي ورا يصير على الطفل قلت له تعال تعال الله والله العظيم دخلوا الجنه والله وحق هذا ربي برنامج بين اهلنا نوبات تطلعوا هاي اللي بديها تغزل يعني تبشوني عليها وبتعطيها ظروف لك عيني اويلي لك تنطلق يعني برنامج بين اهلنا كل من اختار هذا البرنامج وكل من كان يسعى تاليفه باخراجه اقول له الله يحفظك انا اغني له اغنيه يلا يلا روح هاي وحده تحب زوجها ايه وبالليل اجاها هو الاخ ضارب باكر وقال عيني سوي لي شاي قلت له دلل ابو فلان ما تحب زوجها مين ما راح اسوى الشاي لقيته نايم من لقيته نايم استخدمت قاعده غطلته قاعده الصبح ما لقيته ايش غنت يما نباق رجلي عيني نباق رجلي ونص اللي الغطيته قعدت الصبح ما لقيته عيني نباق رجلي وبقيت شعر قلت له خدري لشاي خدري خدري لشاي خدري عيوني المنى خدرة ايوه قلبي المنى خدرة بين هن خدرة عانيت يا بعد الروح قلبي يا بعد الروح شمالي شمتدرع اي والله بين هن برنامج بين هن واسألكم كل الكادر مخرج ومصور ثلاثي حيادر اثنين وبنسكم طارق وين مناظرك؟ لا عدسات وهمية يعني الله يوفقكم واستمروا ان شاء الله يا رب العمر الطويل هذا البرنامج مو ثالثه ان شاء الله تمشون لل 300 زي ما تصل خاصه من طلع الظرف ولي لك شلون ظرف ايجابيه مثلك انت شلون دايما المنتخب انت شوفها فيمك مال ايجابيه ناس محتاجه طول عمرك وهذا البرنامج يفرح العوالي برمضان بالايام العاديه وتحيه الى الاخ الصديق والعزيز محمد الحسناوي هذا الرجل المحترم ابو مصطفى الوردي ابو مصطفى تحيه له من كل اعماقي يا رب يوفقكم واستمروا وكنا معاكم برنامج شو اسمه بلا بلا.